بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثالث للخيل العربية لاصلة تكافؤ ولمسافة 1700 متر. 10 جياد هنا تتنافس على المضمار الرملي في نادي السباقي والفروسية. التقدم والاندفاع لمربط زاخر في المركز الأول مع دجلة زاخر ومحمد سلامة عاشور ومارك ليرنر. محاولة أيضا في ثاني المراكز بالشعار الأصفر والأسود فواز رقم 2 مع الخيال جيمي جامبر والمدرب محمد رياض، ملك السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري. المركز الثالث في تحركات من الجهة الخارجية من خلال سليم غلام مع سياف والمدرب حسين محمد، ملك السيد ناصر بن عبد الله العطية. رابع المراكز هنا بنت عامر والسادة أم قرن والمدرب البادميول والخيال ستيفان لاجاجة، بينما المركز الخامس محاولة من خلال شيزام سي اس مع الخيال علي خالد المسلم والمدرب بدر البلوشي وملك السيد علي خالد المسلم. إذن لازلنا نتابع وإياكم الصدارة والمركز الأول بشعار السادة مربط زاخر. محاولة لا زالت أيضا حاضرة مع فواز، والجياد الآن تتجه نحو الانعطاف قبل الأخير، والترتيب حتى الآن نفس ما هو ما تغير. وزاخر في الصدارة، فواز في المركز الثاني. في المركز الثالث الآن تقدم اندفاع من الجهة الداخلية لبنت عامر من سلالة عامر والهنوف وستيفن لجاج، ومتابع أيضا من الجهة الخارجية فواز بالشعار الأصفر للسادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري. هنا الانعطاف الأخير وآخر 400 متر، لازلنا نتابع وإياكم من البداية. دجلة زاخر في الصدارة ومحاولة قوية واندفاع بنت عامر من الجهة الداخلية. بنت عامر فعلا اندفاع قوي مع برز الترجيحات مع الخيال ستيفن لجاج والمدرب البندميول السادة أم كان في الصدارة. دجلة زاخر مركز الثاني ومحاولة حتى الآن، ولكن بنت عامر إلى الصدارة إلى المركز الأول. بنت عامر هذه بنت أبوها، بنت عامر والهنوف يزينها في المركز الأول والصدارة. إذن بنت عامر أبرز الترشيحات مع إذن النتيجة النهائية. رقم 5 في الصدارة بنت عامر، المدرب البندميول ملك السادة أمقان والخيال ستيفن لجاج. المركز الثاني لرقم 1 دجلة زاخر، المدرب محمد سلامة سالم عاشور ملك السادة مربط زاخر والخيال مارك ليرنر. بينما المركز الثالث لرقم 4 خطاب، المدرب زوير محسن ملك المهندس علي أحمد صالح الجوملي والخيال جيرالد أفرنش. المركز الرابع لرقم 7 من خلال تواجد فنان مع المدرب محمد حسين أفروز ملك السيد محمد سعيد حجاب محمد الهاجري والخيال فالح بوغنيم. المركز الخامس لرقم 9 مع تواجد سمو المدرب والمالك السيد بدر يوسف عبد الله البلوشي والخيال أنس السيابي. ألف مبروك للفائزين بالمراكز الأولى، بانتظار 5 أشواط أخرى متبقية في هذا المسافة. ابقوا معنا.